أعلنت نور بنت الفنان المصري عمرو دياب والممثلة المصرية شيرين رضا عن خطوبتها من شاب بريطاني من أصل أفريقي وإنها ناوية تستقر بجنوب لندن معه، فسارع المتابعين للبحث عن هوية العريس، واللي ساعد بالموضوع أنه نور أعادت نشر صورة إلها من حسابه فانكشفت هويته، واتضح أنه العريس اسمه كيران وودوارد وهو صديق نور من فترة، بيشتغل كمدرب لياقة بدنية وبحب التصوير، لهيك عنده صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى شخصية فيها صوره والصفحة الثانية للعريس هي خاصة بالصور يلي بصورها ومنن صور نور يلي على طول بيتغزل فيها. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.